كلما الفوائد ترتفع عليه ولا زال الشعب العراقي يدفع ويدفع. نعم. وبالتالي على الكويت أن تتنازل، وإذا لم تتنازل هناك طرحة جديدة أن تحول هذه التعويضات المالية إلى استثمارات داخل العراق، والعراق بلد مفتوح، تستطيع دولة الكويت وهي دولة صغيرة أمام دولة كبيرة مثل العراق أن ينفتح الاستثمار الكويتي، الاستثمار العراقي أمام الرأس المال الكويتي، وبالتالي طيب. نحل هاي المشكلة بطريقة ودية وبطريقة طيب. يمكن للشعبين أن يعيشوا طيب. فترة طيب. طويلة. طيب. العراق لا يسعى إلى إثارة التوترات طيب. بينه وبين الكويت. وضحت الفكرة، المشكلة في الديون المترتبة على العراق، الدول السعودية مثلا السعودية تحرك الكويت نعم. على سياسة تجاه العراق طيب. أرجو أن لا تؤخذ القضية بعنوان أجندات سياسية. نعم طيب، سأتابع مع السيد عدنان السراج. ولكن سيد نجيب الزامل من الرياض، نرحب بك مجددا. يعني كان للسيد عدنان السراج تصريحات قبل يوم او يومين على ما اعتقد لقناة العالم، اتهم فيها ايضا المملكة العربية السعودية بالوقوف او بالضغط على الامم المتحدة لعدم رفع العراق عن لائحة الدول التي ينطبق عليها او يندرج عليها البند السابع. يعني هل هذه المعلومات أو هل هذا الاتهام صحيح؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. خلينا نرجع في الموضوع من الأول لو سمحت. تفضل. موضوع العراق حتى بس نوفق بين الآراء ونبدأ بالتحليل الصحيح والعقلاني. العراق في موضوع العراق يجب أن نعالج من الشقين، الشق الموضوعي القانوني العالمي والشق الظرفي الاقليمي العاطفي. نعم. فالموضوعي القانوني يقول ان الدول عباره عن كيانات قانونيه وليست فقط كيانات سياسيه، او بالاحرى هي كيانات سياسيه ومعتبره قانونيا. وبالتالي اذا ارتكب النظام في دوله او شخص في دوله ويمثل الدوله في قمتها في اعلى هرمها، فبالتالي هو الذي يعبر عن الكيان السياسي، وبالتالي تكتمل الأهلية القانونية هنا، ويكون القانون عاما ولا يفصل تاريخيا بفصال الشخص. فإذا أقامت دولة بارتكاب جرم بحق النظام العالمي والأمن العالمي، للأسف أنه يورث من حكم لحكم هذا النظام الموضوعي، وبالتالي لو فانت الأمور لما استقام المنطق القانوني في هذا الأمر. هذا واحد. من ناحية ثانية يا أختي، نعم. من ناحية ثانية أن إذا تفهمنا، يجب أول أن نتفهم المنطق الأول أن الدول كانت أساسية وهي مؤاخذة قانونية بغض النظر عن من يمثلها، مثل الشركات الاعتبارية في الكيان الاقتصادي. لكن إذا فهمنا هذه النقطة، هنا يجب كعرب وكمسلمين وكجيران وكحقيقة ديموغرافيا، لأن أمريكا سترحل والقوى الأجنبية سترحل، ولكن نحن باقون في هذه الجيرة، باقون في هذه الديموغرافيا، لا تتغير. وبالتالي بعد تفهمنا وقبولنا لجريمة الجرم سواء كان النظام موجود أو النظام قد غلب، نبدأ هنا ونقلع الأشواك في هدوء. ما هو من هذا المنطق، من هذا المنطق انطلق السيد عدنان السراج عندما طالب الآن من الكويت أن تتنازل في هذا الإطار. طيب أنا أتكلم عن حقيقة عامة، أنا لست مع أحد ومضلع، أنا أقول حقيقة عامة، وإذا كان قالها فهذا كلام صحيح. هذا كلام صحيح من ناحية عاطفية ومن ناحية اعتبارية. هذا لا يلغي يا أختي، لا يلغي أن رقم واحد ليس صحيحا. يعني أنت تمسكت الكويت مثلا أو تمسكت دولة أخرى بالحق القانوني فلا تلام، لأنه حق قانوني. وإن تنازل الشخص عن الحق القانوني فيجب أن يعترف من تنازل عنه أن الحق القانوني قائم، ولكن هناك شخص تنازل. وبالتالي الالتزام بالقانون، الالتزام بالقانون لا خيار فيه، والتقيد او اتخاذ خطوه اخرى بالتنازل وبالتفاهم لوضع اخر ظرفي اقليمي عاطفي، هذا ظرف مخير. وبالتالي هذا اللي اتصور الان، لو انا كنت صاحب قرار، لو كنت انا صاحب قرار بغض النظر عن المجالات، لو كنت صاحب قرار لقلت يعني العراق الان انتم صار في تعدي على دوله مجاوره ودفعت الثمن غالي من دماء ابنائها، وهناك اعتراف منكم بالجرم الواضح، اذا الوضع القانوني معترف فيه وقائم. طيب تاتي النقطه الثانيه، هي الكويت او دول ثانيه، فلنجلس مع العراقيين ولنقدر الام العراقيين. طيب العراق ايضا ضربت، ولا وضحت النقطتين سيدي،
نعم، شكرا جزيلا لك سيد نجيب الزامل على هذه المشاركة، كنت معنا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي. إذا سيد ناصر الدويلة، إلى أي مدى يمكن فعلا الحديث عن تنسيق كويتي سعودي في موضوع الضغط على مجلس الأمن الدولي؟ يعني ما هو مطلوب من الكويت؟ مطلوب من الكويت تضغط على مجلس الأمن الدولي لإلغاء القرارات الدولية المتعلقة بإنصاف حق الكويت من عدوان العراق السابق. هذا كلام يعني لا شك أنه منطق، يعني ما هو منطق يعني مستقيم مع وجود التهديدات الأخوة العراقيين، وإحنا دولة عظمى وأنتم دولة صغيرة، وراعوا القضية هذه والتهديدات. هذا الكلام هذا ما ينصرف الآن بأي يعني منطق يتعلق بالعدل والجوار والأمور هذه كلها. أنا أعتقد أنه إذا أراد الأخوة العراقيين والعراقيون أن يرفعوا العراق من البنج السابع، عليهم أن يسلكوا يعني ثلاث محاور أساسية. المحور الأول أن يكونوا مستعدين لتقديم يعني تقديم مقابل لهذا الأمر. يعني مين معقول الآن تطلب مني أنا أتنازل عن ديون أخذناها للعراق أثناء حرب مع إيران أو أثناء بناء نفسه بعد الحرب؟ أعطيناها أكثر من 16 مليار، ولا تقولي تنازل، تنازل مقابل إيش؟ مقابل والله صدام راح. هذه احنا عمرنا الفاو كلها عمرنا. ولكن هناك سيدي، هناك الكثير من الدول العربية التي تنازلت عن حقها النادي إذا صح التعبير للعراق، وعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية كانت إحدى الدول العربية. يعني أليس من الأجدر بالكويت أن تحذو حذو هذه الدول العربية؟ أعطوني أنتم يعني أنتم قناة ملتزمة ومحافظة، أعطوني في القرآن في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي منطق العدل إجبار الإنسان أن يتنازل عن حقه؟ هذا كلام مو منطقي. أنتم قاعد تقولون أنتم تنازل عن حقوقكم ولا ترى راح يصير شيء مزين؟ هذا كلام مو منطقي، وهذا الكلام مرفوض، وهذا المنطق التعالي مرفوض نهائيا الآن، لا في المنطق الدولي ولا في الواقع الحالي يعني من حيث يعني توازن القوى. أنا اللي أقول إخواننا في العراق إخوان عزيزين علينا، وإخوان يهمنا أمرهم كما يهمنا أمر أنفسنا. إخواننا في العراق عندهم مشكلة، يعني عندهم مشكلتين. المشكلة الأولى أنهم يقولون إحنا ما نتحمل أخطاء صدام حسين، والمشكلة الثانية يقولون إن خصم 5% من دخل النفط. العراق دولة كبيرة جدا، عندها معادن وعندها مياه وعندها ثروات غير النفط. النفط يشكل جزء منها، لكن 5%